بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبيباتي، كيف انتم اليوم؟ واول ما بنبدأ باليوم الا بذكر الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. واليوم وصفتنا لليوم هي ماسك الفحم والعسل وبياض البيض. واشتركوا في قناتي ويلا نبدأ بالوصفة. بدنا طبعا فحم مطحون، معلقة عسل، وبياض بيضة. أنا طلتها قبل ما أبدأ الفيديو بياض البيضة عشان يبقى أسهل لإلي. هيات معانا معلقة العسل، هاي معلقة العسل، ناخد عليها معلقة فحم، وبدنا ناخد كمان معلقة بياض بيض أو معلقتين، هاي معلقتين، نخلط منيح منيح، نضل نخلط فيها عبين ما الفحم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، نضل نخلط. اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم يا رحمن يا رحيم، اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم. هذا الدعاء بخلي الوجه ينور ويبيض. اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم، اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم، اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم. لسه بده كمان نونة فحم. عشان يجمد شوية ويمسك على البشرة نحط بالتدريج. اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم، اللهم أنر وجهي بنور وجهك العظيم. ها حطينا كل كمية الفحم، طبعا كمية الفحم هذه فحمة متوسطة، طحنتها على المولينكس وصفيتها ونخلتها بالمنخل. وهيك خلصنا وصفتنا لليوم، خلطناها منيح حياتنا. الحين بدنا نبدأ ندهن فيها على بشرتنا، وبعد ما ندهنها بدها 20 دقيقة وهي على البشرة هياتها. عملناها اليوم قدامكم، ما رديتش أصور تصوير لأنه في وحدة قالت لي الخميرة ما زبطت معي، ما عرفت شو تدوب الخميرة بماسك الخميرة. هياتها بياض بيضة، خدنا منه معلقتين ومعلقة عسل فحمة متوسطة، وندهنه على بشرتنا. وإذا عجبتكم الوصفة اشتركوا في قناتي وما تنسوا التعليق والإعجاب. ندهنه لمدة 20 دقيقة، بعدين بنغسله بالمية. يلا ومع السلامة حبيباتي. طبعا حبيباتي بعد ما بندهنه على البشرة بعد 20 دقيقة ما بنغسله بالمية والصابونة، بعدين بنمرر عليه مكعبات التلج بمكعبات ماء الورد المتلجة، بعدين بنحط كريم مرطب، أي كريم مرطب مناسب لبشرتك انت بتستخدميه بتحطيه. طبعا الماسك هذا بيزيل الجلد الميت من الوجه، بنظف الوجه، ببيض الوجه لأنه العسل مغذي للوجه وببيض الوجه، والبيض مغذي للوجه وببيض الوجه، والفحم بزيل الشوائب كلياتها من الوجه والسواد من الوجه، يعني ببيض الوجه ألف الألف. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا بقناتي وما تنسوا إعجاب ولايك للفيديو، وانتظروني في وصفة جديدة معاكم. إسلام حبيباتي.